وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمود عن البنا لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نرجو أن نوجه إعناد حضرتكم إلى أن أذان الفجر يحين موعده في 3:48 بإذن الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة مدتها نصف ساعة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي من سورة الفاتحة.
وهو